خلافات كثيرة نشبت بين القوى والحركات السياسية والدينية إزاء المشاركة في جمعة في حب مصر، خلافات ما لبثت أن زادت حتى وصلت إلى منظمي الاحتفالية، وذلك بعد أن أعلن أكثر من 20 حزبا وحركة سياسية أنهم سيؤجلون النزول إلى الميدان إلى جمعة 19 من أغسطس بعد تشاور مع رئيس الحكومة وانتظارا لبيان سيصدر عن شكل الدولة المدنية. الخلافات بدأت بين الحركات السياسية والائتلافات الشبابية وأبرزها حركة السادس من إبريل المنقسمة فيما بينها. كتير من الحركات وافقت وكتير من الحركات تراجعت وكتير من الحركات مترددة، والبعض قال احنا أجلنا للجمعة 19، فالوضع غير ملتبس وغير واضح. شوية قالوا ان المظاهرة هتكون عند مجلس الشعب والميدان هيفضل مقفول، شوية قالوا لا هيفتحوا الميدان بس محدش يبات ومحدش يعتصم، فالأمور مش واضحة لغاية اللحظة دي، مش واضحة. الحركات الدينية التي برزت بقوة بعد الثورة اختلفت أيضا فيما بينها، فبينما أعلن الإخوان والسلفيون رفضهم المشاركة، انقسم الصوفيون حول أكثرية رافضة وقلة مرحبة بالمشاركة في الفاعلية وفق المجلس الأعلى للطرق الصوفية. أو الذين أعلنوا ذلك لا يمثلون التصوف ولا يمثلون الصوفية، وإنما يمثلون أنفسهم فقط ومن حولهم، وهذا الذي يحدث هو نوع من العبث. المراقبون أكدوا أن ما يحدث في الآونة الأخيرة في مصر من تظاهرات ومليونيات يهدف إلى إيجاد أدوار للمشاركين فيها الذين استغلوا فراغا سياسيا تسبب فيه ضعف الأحزاب السياسية. في بعض القوى المدنية إذا جاز التعبير حاولت أن تستغل اهتمامات القوى الصوفية أو رغبتها أن تظهر في أن تثير ما يمكن أن نسميه بالمنافسة بينها وبين التيارات السلفية، ولذا وجدنا في اليومين الماضيين ما يمكن أن نسميه بحرب فتاوى. يبدو أن الخلاف بين الأحزاب والحركات السياسية يتزايد بمرور الوقت، خلاف يراه البعض طبيعيا في بلد غابت عنه الحرية السياسية لعقود، بينما يراه آخرون محاولة من جانب البعض للحصول على أدوار واستعراض للقوى. أحمد بجاتو، العربية، القاهرة.